تلبي هيئة الإغاثة الكاثوليكية دعوة إيماننا بكوننا أسرة إنسانية واحدة عبر الحدود الطبيعية والإقليمية. غالباً ما نكون أول من يصل لأبعد بقاع الأرض، حيث نخدم ما يزيد على 130 مليون من الأشخاص الأكثر حاجة حول العالم. إلى جانب إخواننا وأخواتنا نعلي كرامة كل شخص وفقاً للحاجة وليس العقيدة. سوياً نكافح الفقر، الجوع، المرض، الظلم الاجتماعي، العنف. ننقذ الحياة، نخفف المعاناة، مدركين القدرات الممنوحة من الرب لكل إنسان، ليس لأنهم كاثوليكيين ولكن لأننا نحن كاثوليكيين. ببساطة نريد أن نكون حافزاً للتغيير الإيجابي في العالم، سوياً مع الشركاء على كافة المستويات الحكومية وفي القطاعين العام والخاص. نشارك القيم ونحقق أكثر مما يمكن لأي منظمة تحقيقه بمفردها. نتوافق نصب العين ونعمل كتفاً بكتف. يساعدنا أثرنا العالمي على إدراك إمكانيات كل إنسان. إلا أن تغيير العالم يتطلب التخلي عن الوسائل المعتادة والاتجاه نحو اختبار مناهج جديدة للنتائج الإنسانية والإنمائية وتأسيس حركة من ملايين الكاثوليكيين في كل قارة لتحقيق المزيد من الأثر أكثر من أي وقت مضى. بجرأة ولكن بتواضع سنعمل حتى يتحقق العدل والسلام لكل الناس. نحن مستعدون للنماء والقيادة. هل أنت مستعد للذهاب معنا؟ أن تقود معنا؟ سوياً يمكننا الوصول إلى العالم بصورة أكبر مما سبق، بلا حدود.